الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. إذا يمكن أن نصف العلم بأنه نافع ونصف المال بأنه نافع.
ولكن صفة النفع في العلم. سننشئ مجلة رقمية ذات بعد تحسيسي وكذلك ترفيهي، وأكيد أن فيها منفعة وستتطرق لمواضيع مختلفة. أنس، ما هي المجموعة التي ستختارها مثلا؟ علي ومهدي. نعم، علي ومهدي. إذن ورشة يعني ثلاثية تتضمن كل من أنس وعلي والمهدي. نعم، ورشة أخرى بالنسبة للاقتراح الثاني، فردوس. أريد أن أنخرط مع يوسف وضحى. مع يوسف وضحى. فردوس، تريد أن تنخرط مع يوسف وضحى. انتظر يا يوسف، سأشتغل رفقتكما، ولكن تعرفون أني لا أحبذ عالم الرقميات. كان مناي أن تكون صيغة المجلة ورقية. ما هذا التخلف؟ أنا أفضل رقمية، لكن مشكلتي أنني لا أملك معلومات كافية. أقترح عليكم حلاً؟ ما هو؟ سنستفيد من زاد ضحى وما قرأته في هذا المجال، وسنستفيد أيضاً من كفاءة يوسف العالية في الموارد الرقمية. وماذا سيكون نصيبك في هذا العمل زميلتي؟ سأقوم بدور المنسقة. غايتي من هذا التنسيق هو الوصول إلى حل توفيقي مفيد تتضافر فيه جهودنا نحن الثلاثة. ما دام زميلنا يوسف اقتنع بكون مهاراته الرقمية ستنفع إذا ما استغلت بالشكل الصحيح في توظيف ما في جعبة ضحى من زاد ثقافي قيم. أما ضحى فقد تبين لها أن نقر لوحة الحاسوب لا يقود دائما إلى الهلاك. زملائي، توصلنا إلى حقيقة لا مناص منها. الموارد الرقمية سيف ذو حدين، فلنستهلك دون أن نهلك. وهكذا تكون قد أنهينا مجلتنا الرقمية.